الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية جديدة يدعم الإصلاح الاقتصادي ويشيد بتعديل نظرة ستاندرد أند بورز لمصر. قطر تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وتقول إن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي لفظائع غير مسبوقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيا له التوفيق وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار. أشاد الرئيس السيسي في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وبحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار 10 من رمضان. أكد رئيس المجلس في البرقية أن انتصار 10 من رمضان سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري، ويؤكد دائما قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، يتعلم منه أبناء مصر جيلا بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 10 من رمضان. قال رئيس مجلس الشيوخ إن هذه الذكرى جسدت قيم العزم والإصرار على النصر، فعبر جيشها الباسل قناة السويس وحطم خط بارليف واسترد أرض سيناء الغالية بدماء أبطاله البواسل خالدي الذكر. تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى 10 من رمضان. أكد مدبولي في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيدا لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق انتصارات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري ب6 مليارات دولار للسنوات 3 المقبلة يدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية. خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن تعديل نظرة ستاندرد أند بورز العالمية المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يعد مؤشرا إيجابيا جديدا يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، وشدد المركز على أنه سيتم عقد الامتحانات في الموعد المقرر لها وفقا للجداول التي تم اعتمادها وإعلانها رسميا للعام الدراسي دون أن يطرأ عليها أي تعديلات. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو المقبل وتستمر حتى السبت الموافق 20 من يوليو. الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 31,819 شهيدا، إضافة إلى 73,934 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأشارت الصحة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 142 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر يحدوها تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة. أضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن الهدف الرئيسي التالي لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة هو إرسال مقترح مقابل لحماس. وأضاف الأنصاري أن شن إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى دمار كبير وفظائع غير مسبوقة في الحرب. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 10 من رمضان. هنأ السيد الرئيس رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات 10 من رمضان، والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات 10 من رمضان، حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بهذه المناسبة، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المركوسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة. وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات 10 من رمضان، والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.
أطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة لتعبئة الكراتين المحملة بالمساعدات بالتعاون مع مدرسة إبدأ الوطنية لعلوم التقنية تمهيدا لإيصالها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري. الحملة تستهدف طلاب المدارس لدعم القضية الفلسطينية عن طريق المشاركة في تجميع المساعدات. في إطار جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، أطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة لتعبئة الكراتين المحملة بالمساعدات وبالتعاون مع مدرسة إبدأ الوطنية تمهيدا لإيصالها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري. النهاردة احنا عندنا فعالية مع مدرسة إبدأ الوطنية عشان إن شاء الله نوصل المساعدات لغزة. عندنا كراتين النهاردة، كراتين غذائية أكتر من 1000 كرتونة. طبعا احنا هنا موجودين من 10 الصبح في الصيام، فبنحاول نخلص، يعني كنا هدفنا 1500 او اكتر، بس هنخلص مثلا فوق 1000 عشان الاولاد يلحقوا، هم صايمين طبعا زينا فيلحقوا يروحوا. هي مبادره ابدا الوطنيه طبعا مع مشاركه مع مؤسسه حياه كريمه، فده شيء حلو قوي. وزي ما حضرتك عارفه ان احنا هنا في مدرسه ابدا للعلوم التقنيه تبع لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه، فاولادنا بقى اولاد التكنولوجيا التطبيقيه واولاد ابدا تحديدا هم اللي بيساهموا في الموضوع الجميل ده، فطبعا شيء رائع وشعور جميل 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 كلنا حاسينه. عرفنا الولاد ان لازم طبعا يكون في تعاون بين الناس عامه، لازم يكون في تعاون ونحسس الناس ان هو في طبعا كل واحد في موقف ممكن يحصل له اي حاجه، لازم طبعا بنأزر بعض وبنشد بعون بعض. وده طبعا اللي بدأ من مدرسة إبدأ وبين حياة كريمة، وبدأوا فعلا بالفعل الولاد بدأوا من أول اليوم بينظموا، بدأوا بقى يرصوا الكراتين بتاعتهم ويعرفوا إن قد إيه برضه إخواتهم محتاجين. والمبدأ الحلو قوي في الموضوع التعاون، التعاون بين الناس ده حاجة مهمة جدا طبعا. يعني حريصين على ان احنا مش بس بنشارك الطلاب في الجانب العلمي، احنا برضو يعني بنحاول ان احنا نخليهم دايما درايه بالاحوال والقضايا الخاصه بالمجتمع يعني. فطبعا زي قضيه غزه الاولاد متفاعلين جدا مع الموضوع، ولما عرفوا ان في مبادره حياه كريمه بتعمل كراتين لاخواتنا واهالينا في فلسطين حابوا طبعا هم يشاركوا، كانوا مبسوطين جدا جدا ومتحمسين اصلا قبلها بفتره ان هم يشاركوا في التجربه دي. يعني استهدفت هذه الحمله طلاب المدارس بمختلف مراحل لدعم القضية الفلسطينية عن طريق المشاركة في تعبئة وتجهيز المساعدات الغذائية لأهالي فلسطين بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع. أنا جاي النهاردة عشان أساعد إخواتنا الفلسطينيين ونعبي لهم كراتين تغذية فيها كل السلع إن شاء الله، وشعوري إن أنا حاسس بيه لدلوقتي إن أنا سعيد قوي إن أنا بساعد إخواتنا الفلسطينيين. النهاردة بشتغل مع حياة كريمة بنعمل فعل خير إن نساعد إخواتنا في غزة، وانا والناس اللي معايا بنحاول نساعد بعد ساعتنا. عمل مستمر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريه بتقديم الدعم الفوري والاغاثه الانسانيه لدوله فلسطين الشقيقه، وفي اطار الدور الريادي والاقليمي لمؤسسه حياه كريمه داخل مصر وخارجها. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. أشادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط حنان البلخي بجهود مصر خاصة في تجهيز أكبر عدد من الشاحنات والخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والمصابين في مستشفى العريش. وأكدت البلخي استمرار وتكثيف التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية وكل الشركاء لتقديم أكبر دعم للفلسطينيين داخل قطاع غزة. بعض الإحصائيات اللي سمعتها اليوم اللي هو يعني عدم وجود حليب للأطفال، عدم وجود الأدوية الأساسية لعلاج أبسط الأمراض، فما بالكم بأمور السرطانات والأمراض المزمنة والسكر والضغط والأمراض المعقدة التي تحتاج ليست فقط أدوية لكن تحتاج إلى تشخيصات من أشعة، من تحليلات دم وما إلى ذلك، لدرجة أنه بعض الأشياء التي وصفت لي الأطفال الآن بتأكل الأعشاب، لا يوجد غذاء كافي، نسبة الانخفاض في مستويات التغذية ضعيفة جدا، الإمدادات موجودة على الحدود، الإمدادات موجودة على الحدود ولكن هناك عوائق كبيرة لإدخالها إلى الأراضي المحتلة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع بورسعيد
تجهيز 6 شاحنات مساعدات إنسانية استعدادا لإرسالها إلى قطاع غزة. تضم القافلة 2 مواد غذائية ومستلزمات شهر رمضان و2 مياه معدنية وشاحنة للدقيق وأخرى للأحذية. إجمالي الشاحنات اللي هتطلع النهارده إن شاء الله لأهلنا في غزة العزة والكرامة 6 شاحنات إن شاء الله بإذن الله على مدار خلال شهر رمضان إن شاء الله. يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله بإذن الله برضو في 6 شاحنات طالعين، وإن شاء الله يوم برضو 18 رمضان برضو في 5 شاحنات طالعين بإذن الله، بإجمالي 18 شاحنة بإذن الله هيوصلوا لأهلنا في غزة العزة والكرامة إن شاء الله بإذن الله. إحنا موجودين علشان بنحمل الدفعة السابعة من المساعدات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة من ساعة طبعا بدء الحرب على قطاع غزة، ودي الشحنة السابعة أو الدفعة السابعة من المساعدات الإنسانية. طبعا كمان الهلال الأحمر المصري أطلق مجموعة من الحملات طبعا للمتطوعين اللي حابب يتطوع معنا في الهلال الأحمر أو يشارك في الأنشطة الخيرية اللي الهلال الأحمر بيعملها. طبعا باب الهلال مفتوح للجميع. استقبل معبر رفح البري اليوم 90 شاحنة مساعدات إغاثية استعدادا لإيصالها إلى قطاع غزة، وذلك بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود وغاز. كما عبر أيضا 42 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية. كذلك أيضا استقبل مطار العريش الدولي 3 طائرات من الأردن والإمارات وبلجيكا تم تفريغ شحناتها استعدادا لدخولها إلى القطاع. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح. لم يتوقف هذا المعبر يوما عن دخول المساعدات واستقبال أيضا الجرحى والمصابين. فيما يتعلق بحركة الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصري، نتحدث اليوم عن وصول 90 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من مواد الإغاثة وأيضا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لدخول 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار، بالإضافة إلى أن المعبر أيضا لازال يستقبل الجرحى والمصابين لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة. المعبر اليوم استقبل 42 مصابا يتم تقديم الخدمات العلاجية الأولية داخل معبر رفح، ثم الانتقال بسيارات الإسعاف المختلفة إلى المستشفيات في محافظة شمال سيناء أو حتى في مدن القناة. على الجانب الآخر أيضا المسار الجوي فيما يتعلق بمطار العريش الذي لازال يستقبل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة، استقبل مطار العريش اليوم 3 طائرات. الطائرة الأولى قادمة من الأردن على متنها 22 طن من مواد الإغاثة، ثم طائرة إماراتية على متنها 43 طن من الملابس والبطاطين ومواد الإغاثة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الطائرة الثالثة والأخيرة القادمة من بلجيكا على متنها 47 طن من المواد الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة. كل هذه المساعدات تم تفريغها من هذه الطائرات للوصول إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر، ثم حملها على الشاحنات لتذهب إلى معبر رفح البري. هذه هي الصورة اليوم بالنسبة للمساعدات الإنسانية وحركة الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصري وأيضا في مدينة العريش. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية أورليفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وذلك على بعد 9.5 كيلومترات من مدينة أفيدافكا التي سيطرت عليها روسيا مؤخرا. في سياق متصل قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه سيقترح استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا، وذلك من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي. ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من القرارات ومشاريع القوانين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، ووافق المجلس بصورة نهائية على 3 مشروعات قوانين والقرارات المتعلقة بمجالات البترول والتعليم والصحة. We'll be right back.
جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لطرح ومناقشة مختلف القرارات ومشاريع القوانين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين. في بداية الجلسة وافق المجلس نهائيا على 3 مشروعات قوانين متعلقة بعقد وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيات بحث عن البترول مع عدد من الجهات والهيئات. جلسة مجلس النواب شهدت إحالة القرار رقم 34 لعام 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين مصر وإسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. وشهدت الجلسة مناقشة القرار رقم 49 لعام 2024 بشأن التعديل 7 لمنحة المساعدة لتحفيز الاستثمار بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدورية قبل الموافقة عليه كما جاء من اللجنة. كما شهدت الجلسة الموافقة على القرار رقم 52 لسنة 2024 بشأن التعديل 7 لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي المرحلة الثانية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. الحقيقة هذه الاتفاقية مهمة جدا سيادة الرئيس. الحقيقة يمكن بدأت سنة 2014 كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من 2014 بمبلغ 39.5 مليون دولار. استمر التعديلات لهذه الاتفاقية ب6 تعديلات سابقة حتى وصلت في عام 2003 الحقيقة هذه المنحة إلى 174.3 مليون دولار. التعديل المطروح على المجلس الموقر هو التعديل 7 لهذه الاتفاقية وبمبلغ 26.9 مليون دولار عشان توصل إجمال المنحة حوالي 201.3 مليون دولار. كما وافق النواب على القرار رقم 51 لعام 2024 بشأن الموافقة على التعديل 6 لاتفاقية منحة المساعدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، فضلا عن الموافقة على القرار رقم 53 لعام 2024 بشأن تطوير مرافق المياه والصرف الصحي كما جاء من اللجنة. تحسين النتائج الصحية أمر هام جدا وضروري يا ريس في ظل وجود دستور مصري ينص على توفير صحة كاملة للمواطن المصري في المادة 18، وفي ظل وجود السيد الرئيس الذي يدعم توفير صحة كاملة للمواطنين عن طريق وجود تأمين صحي شامل. هذا ورفعت جلسة مجلس النواب مع تأجيل الجلسة القادمة إلى موعد يحدد لاحقا. هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تمت الموافقة عليها اليوم. النهاردة تم الموافقة على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 الخاص بتعديل المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والهدف من هذا التعديل هو تعزيز برامج تنظيم الأسرة في بلدنا وتحسين جودة تنظيم الأسرة، استخدامها في تدريب الكوادر البشرية وتدريب التمريض، استخدامها في تطوير الأماكن العشوائية اللي بتقدم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. الاتفاقات اللي تمت في خلال 7 أو 8 سنين فاتوا زي ما قلت لك تفوق 30 أو 40 سنة سابقين. طيب إيه فايدة الاتفاقات زي ما حضرتك سألت؟ أول حاجة دخل العملة الأجنبية لمصر. احنا في موضوع اتفاقيات البترول بتبقى منقسمه الى 2، اول حاجه لا يكون بحث يا يكون تنميه. البحث اللي بيتيجي اي شركه اجنبيه بتتفق مع مصر بعقد انها هتبحث على البترول في مساحه معينه، في 100 كيلو مربع، في 1000 متر، في ايا كانت المساحه. حضرتك المساحه دي بيحدد بعد كده يقول لك احنا لقينا بترول في المكان ده او فينا اي نوع من انواع المحروقات موجوده، بيعمل اتفاقيه تانية كل ده على حسابه، بيستخرج على حسابه، ومصر تاخد النسبه بتاعتها في الاخر صافي من غير اي حاجه. فيقول يا رب من اتفاقيات كمان وكمان، وعايزين اكتر واكتر للاتفاقيات لان هو ده الدخل الحقيقي لمصر.
يحل اليوم عيد وذكرى تحرير واسترداد مدينة طابة آخر شبر من الأراضي المصرية كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي. معركة دبلوماسية صعبة خاضتها مصر اعتبارا من انتصار أكتوبر عام 1973 وحتى رفع علم مصر على أرض طابة في 19 من مارس عام 1989. انتصار عسكري حققته مصر في أكتوبر في العام 1973 لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وآخر دبلوماسي لاستعادة آخر شبر من الأرض وهي أرض طابة، وذلك عبر التحكيم الدولي. الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا في جمع الوثائق، وقدمت وزارة الخارجية حينها 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابة، وقدمت 10 خرائط من الأرشيف الإسرائيلي نفسه تثبت تبعية طابة للأراضي المصرية، فيما قدمت إسرائيل 6 خرائط فقط. معركة استرداد طابة من دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي استمرت 7 سنوات بدأت في مارس في العام 1979 مع توقيع معاهدة السلام، ورفضت إسرائيل الانسحاب حينها بشكل كامل، وقررت الاحتفاظ بالعلامات الحدودية رقم 13 والخاصة بمنطقة طابة. أعلنت مصر آنذاك أنها لن تفرط في شبر واحد من الأرض لتبدأ معركة الاسترداد. وهنا قررت مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي في معركة استمرت لعامين حاولت فيهم إسرائيل تضليل الرأي العام العالمي بأن العلامات التي تم الاتفاق عليها في العام 1906 تم تعديلها في العام 1915. في المقابل قدمت مصر الوثائق والخرائط التي تثبت تبعية طابة للأراضي المصرية. وبعد 3 أسابيع من المرافعات أعلن القاضي السويدي رئيس هيئة التحكيم الدولي حكمه التاريخي بأن وادي طابة بأكماله وبما عليه من إنشاءات سياحية ومدنية هي أرض مصرية خالصة. وبعد إصدار حكم المحكمة بتبعية طابة للأراضي المصرية تم التوصل إلى عقد ما سمي باتفاق روما التنفيذي في 29 من نوفمبر لعام 1988، والذي نص فيه على تحديد علامات الحدود 14 وفقا للحكم الصادر عن محكمة التحكيم وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها. وتم جلاء الإسرائيليين عن طاوة في 19 من مارس لعام 1989. تم رفع العلم المصري واعتبر هذا اليوم عيد تحرير طابة بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات. تعد مدينة طابة من أجمل مدن سيناء، حيث تتمتع بطبيعة خلابة جعلتها إحدى الوجهات السياحية العالمية، كما تمثل قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة تقع على رأس خليج العقبة وتحيط بها 3 دول. We'll be right back.
وفيما يتعلق بأخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. وصلنا إلى نهاية النشرة، إليكم أبرز العناوين. الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية جديدة يدعم الإصلاح الاقتصادي ويشيد بتعديل نظرة ستاندرد أند بورز لمصر. قطر تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وتقول إن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي لفظائع غير مسبوقة.